مستمعينا الأفاضل، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير ومحبة وسرور. نحييكم أجمل تحية من هذا الموقع من ميدان الدستور لسباقات الهجن في نقل وقائع سباق صباح هذا اليوم المقام هنا على أرضية هذا الميدان. ومن مكرمة سمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين في هذا التاريخ المميز وأسبوعي الثالث 17/8/2017 ونالس ألف طامين التي تنطلق لمسافة 1500 متر. المسافة المقررة لهذا السن ما هي إلا لحظات معدودة وتبدأ انطلاقة الشوط الأول الرئيسي الخاص بهذا السن، ولدينا 20 شوطا في هذا الصباح المميز الجميل لهذه الانطلاقات المتميزة. لحظات وينطلق هذا الشوط معلن التحدي، معلن الإثارة، معلن تحدي مميز لهذا السن. بسم الله وعلى بركة الله تمت انطلاقة الشوط الأول الرئيسي، شوط يحمل أسامي، يحمل تحديات، يحمل إثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نسير معكم في انطلاقة التحدي، نسير هنا على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز. وهنا أميرة للسيد حمد بن صبيح بن حمد لوهيبي، بينما المركز الثاني هنا الشايبة خليفة بن راشد بن محمد الغربي الشامسي. وفي المركز الثالث وصلت هنا في هذه اللحظات بينونة لغانم بن حمد بن مطر بن نصة المنصوري. وعلى المركز الرابع القادمة في هذه اللحظات هنا ثروة في هذا الأداء الجميل أحمد بن عامر بن حمد الهاشمي، وهناك عجايب محمد بن عبد اللطيف بن علي الحمادي. هذه هي الخمسة المراكز الأولى المنطلقة بتحدي، المنطلقة بالإثارة، ولكن الصدارة أميرة هنا لحمد بن صبيح بن حمد الوهيبي المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة. بينونة بين قادمة، قادمة من منطقة الظفرة. هنا أيضا لغانم بن حمد بن مطر بن نصر المنصوري على المركز الثاني. وفي المركز الثالث، المركز الثالث ثروة أحمد بن عامر بن حمد الهاشمي. وهنا هنا تأتينا كوارث لمحمد بن عيسى أبو علامة القبيسي، ولكن الصدارة، الصدارة وأهالي السلطنة على الصدارة على المقدمة، أهالي بنية بدون أي أوامر. العصقوس ما شاء الله تبارك الله. هي أميرة لحمد بن صبيح بن حمد لوهيبي، سلام أميرة، وهي أميرة، سلام سلام وتحية وتهانينا. المركز الثاني هناك بينونة الغانم بن حمد بن مطر. المركز الثالث وصلت كوارث محمد بن عيسى وعلامة القبيسي، وأيضا هناك سالم بن سعيد بن كاسم بن مسافري مع الصبا بهذا الانطلاقات الجميلة والتحديات والإثارة. والتوقيت الزمني لهذا الشوط 2:09. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز الجميل.